أن تدخل في السحب على الجوالات الثلاثة. سوينا الإطار أسود، فأنتوا إيش رأيكم؟ أعطوني انطباعكم. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. رحلة جديدة بإذن الله، متوكلين على الله. أول شيء إلى جدة عندنا كم غرض، بعد إن شاء الله إلى مكة، حنبيت في مكة، بعد إن شاء الله إلى محافظة المندق. المحافظة هذه أول مرة بنروح لها، راح تكون عندنا أنشطة هناك مثل الهايكينج وزيارات للأماكن التراثية، فخلوكم قريبين. طبعا زي ما انتم شايفين طريق الملك عبد العزيز اللي هو طريق ينبع الصناعية، طريق العين الملكية عند المصانع، في أعمال صيانة، فأي واحد بيزور ينبع ينتبه من الطريق لأنه يكون فيه تحويلات زي كذا. والحمد لله وصلنا جدة، زي ما انتم شايفين هنا طريق المدينة. محبي القطب والتضبيط لا يفوتكم فلوق اليوم، خليكم قريبين. الله، جيت في وقت غلط، زحمة يا ناس، زحمة وحادث، الله المستعان، اللهم اكفنا من شر الحوادث يا رب. أصدقاء أبو نهال، متجر الكراسي الذكية جايبين لكم مميزات وخدمات وعروض من الآخر. طبعا بمناسبة افتتاح المصنع تبعهم أو الورشة الخاصة فيهم، عندهم سحب في نهاية هذا الشهر الميلادي على جوالات، من ضمن هذه الجوالات ايفون اكس وجوال هواوي وجوال جالكسي. ان الدخول في السحب بسيط جدا، تشتري اي منتج من منتجاتهم وتنحط اسمك من ضمن اسماء المرشحة للقرعة، وبعدين يتم السحب، ونتمنى التوفيق للجميع. طبعا من الخدمات المميزة والخامات المميزة عندهم ارضيات بتقنية النانو 12 ملي السماكة، تيجي فيها اللمعة زي ما تشوفين في الصورة. طبعا للسيارات الصغيرة راح تكون السعر 599 ريال شامل الشنطة، تلبيسة الأرضية الداخلية وتلبيسة الشنطة. أما السيارات الكبيرة 750 ريال، الشحن مجاني. طبعا الدفع أول شيء، بعدين يشحن لك المنتج. النوع الثاني، النوع هذا 10 ملي، السيارات الصغيرة 550 مع الشنطة، والسيارات الكبيرة 650 مع الشنطة، برضو شحن مجاني، وبرضو على كل طقم تلبيسة دراكسون. زي ما تشوفين تلبيسة دراكسون حتكون مجانية. استغلوا اطلبوا الفترة هذه عشان تدخلوا في السحب على الجوالات الثلاثة، ممكن تكون احد الفائزين سواء بايفون اكس او جوال هواوي او جوال جالكسي. وشكرا لكم. يا هلا والله. طيب كذا يكون الشكل النهائي للشبك، زي ما انتم شايفين سوينا الاطار اسود، فانتوا ايش رايكم؟ اعطوني انطباعكم. انا عن نفسي ماني مقتنع، ما ادري عشان الشكل جديد علي لسه، فكثير من اصدقاء ابو نهال قالوا لي ابو نهال او رش الشبك باللون الاسود وزي كذا، فحتى زي ما انتم شايفين حتى المرايات سويت اللون اسود، طبعا ستيكر. اذا الشكل ظابط وتمام ان شاء الله بعدين ارش الشبك والمرايات، اما حاليا اعطوني انطباعكم، نشوف اذا عجبكم نستمر، اذا ما عجبكم افك الاستيكرات وخلاص. طيب هنا معلم بدر، جينا عند اسلام، عند الليد هنا ضعيف شويه، فبيشوفوا ليش المشكله. يا معلم بدر، ايش المشكله؟ ليش صار ضعيف؟ لا والله بس مع الضغط حق التركيب انضغط شويه بس. اها ايوه، الان بنغيره، وبعدين في كسرات شويه من هنا، وبعدين انسحب عند الاطراف. يعني انت بتركبه بطريقه فنانه يعني؟ ها ان شاء الله تعجبك. هلا اسلام، منور فلبين، مدري اندونيسيا، مدري وين، حركات جو دولي يا اخي، مو زينا محلي. ها بكره حاصعد الجبل مره ثانيه. طبعا اللي حاب يطلب اللد هنا موجود، موجود ها، كله موجود. يعطيك العافيه. هلا والله، متجهين الى مكه، وصلنا الان تفتيش مكه. يا هلا والله. طيب وصلنا مكة، بكرة إن شاء الله رحلتنا راح تكون في محافظة المندق، إن شاء الله بإذن الله أعوضها لكم بأجمل فلوق.
حركات اسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. راح اقابل ابو جواد اركب معاهم، بعدين التقي مع الشباب اللي جايين من ينبع، وباذن الله راح نتجه الى محافظة المندق. طيب الان بنوقف السوسو، هنا الشباب وصلوا خلاص ودعنا السوسو الله يحفظها ان شاء الله. والله وقفنا في موقف مشكلة والله على الشارع، لكن ان شاء الله انا سيارتي قدامك شوف. طبعا ما عرفتكم على الشباب اللي معانا، معانا ابو جواد. منور يا ابو جواد، الله يعطيك العافية. يا اهلا يا اهلا. وهنا قائدنا ابو عامر، ما شاء الله لوك شاب وقيادة شابة ما شاء الله تبارك الله. المهم متجهين ان شاء الله، فين حنلتقي بالشباب اللي جايين من ينبع؟ في العوالي. طيب جينا هنا بنفطر ان شاء الله بعدين ننطلق. طبعا الشباب وصلوا كلهم جوعانين. نضرب يا معلم. هلا هلا والله، كيفك؟ هنا ضيف جديد عندنا، ابو مين؟ ابو جمانه. النعم والله. وهنا عاشق الهايكين، احنا بنجيب الهايكين اليوم. هنا ابو الوليد، ابو جواد. ايش هذا المشروع؟ شوف نفق، هنا نفق يطلعك على الطايف. شوف كيف هذا، هو الحفاره مدري ايش شكلها ذي. كنا نشوف في ناشونال جيوغرافيك المعدات هذه، الان جالسين نشوفها على ارض الواقع. شوف والله شوفوا كيف، سبحان الله. طبعا احنا الان في طريق الكر، وهنا قرود الطايف ما شاء الله تبارك الله. الشباب راحوا دورة المياه هنا، فعلى كلام ابو الوليد بالله والله يستاهل اللي شاهده. كل واحد حمام وراح والله ما ادري والله. ابو محمد قدامك. لا اقول قلت لك واحد يلا كذا مضبي ولا مندي ولا حنيد. ها والله جاهزه. ها اي والله. لا كويس هذاك. طبعا الشباب راح يشتروا فواكه. هنا ابو عماد اتوقع جاب لنا عنب، وهنا ابو هشام. اهلا وسهلا. يلا بسم الله. العنب عنب بدل البرشومي. ها والله البرشومي تعبان ماشي. ها انا الصباح على عجله كذا اخذتها. هذه حديقه على طريقنا، راح منظر جميل من هنا. هذا لو الربيع الدنيا مخضره هنا. هذه المنتزهات على طريق الى محافظه المندق، تقريبا باقي علينا 150 كيلومتر ونوصل ان شاء الله على المندق ان شاء الله. هذه بعض النماذج التراثية ما شاء الله. هذه بوابة. الطريق مزدوج، هذه بداية الطريق مزدوج. هنا مدينة، اي منطقة سكنية وتجارية. هذه محافظة ميسان. أما ما شفنا إلا محافظة ميسان. بس بداك المرة ما شفنا ذا المكان. لا ما شفنا المكان هذا لأنه وجه الآخر. إيه جينا من الطريق الثاني. إيه. مجسم لبرج الساعة. إيه. هلا والله برشيد. ما شاء الله، شوفوا 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 الارتفاع. بس الجو بارد يا ناس. مو بارد مرة يعني. بس انت من داخل السير تحس ايش حراره، لكن هنا غير. وايش الشعر هذا اللي فوق هنا المصور؟ الو اوريو ارفاين واتس النيم. البين البين يا قلبي انت، لان الجو بارد يا ناس، الجو بارد. اوه شوف هنا، شوف هنا ما شاء الله تبارك الله. شايفين المناظر طرابزون السعوديه ولد. وهنا قطاع الطرق، بس منهم القرود هذولي من قطاع الطرق. شوف 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 الصخره هذه. انا الحديقه هذه جيتها بالله، جيت ما شاء الله سبقتنا يعني. اي والله جيتها اول ما اشتغلت هذه. مطعم ايش كان قريت العمده، اطلالتها خرافيه بمعنى الكلمه ما شاء الله. اطلاله يشهد الله والله العظيم. الله الطبيعه وزيدك.
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.